صافي سي بون راني لقيتو. ميرسي. مع من كنت كتهضر؟ مع شي ناس باغيني نوقف معاهم في شي حاجه في سبيل الله. باغي انك توقف معاهم؟ مالك حضرتينا سي حسام، واخا تشوفني بحال هكا كيعجبني ندير الخير حتى هو اللي كنلقاو من بعد. مزيان مزيان. دابا خلينا من هاد الهضره، علاش جايبني انا سي حسام؟ بغيتك تسيف لي على يوسف وعلى سفيان. مالك سكتي؟ لا والو، غير كنفكر كيفاش غادي نديرو. صافي، وهادوك الشي قالت لي عندك علاش تيصلحو؟ مفكرتيش في هادي؟ انا هو تصيفط خوك للحبس. صافي، تيبان لي واليوم قبل من غدا. قول لي سي حسام، وبنتك مابقيتش كتسول فيها نسيتيها؟ راه الا بغيتي نحاول نقلب عليها نجبدها من تحت الارض. دابا تكونسونطري على يوسف وعلى سفيان، واخا بنتي مي غنبغيها غادي نجيبها انا بالخاطر. واخا سي حسام. غير هو هاد القضية سي حسام خاصك تعرفها، أنا إلا تسيفت كنتسيف بمرة، وإلا مشينا في هادشي ديال خوك راه ميمكنناش نرجعو للور، يعني غادي يمشي للحبس. أنا قلت ليك وصافي، هذاك الشيء اللي بغينا وعليه.